بس هذا على كل نرجع مره ثانيه لقضيه الاوقاف. طبعا بغض النظر عن السفراء هم سفراء لانهم اعلم بحقيقه الاوقاف في القنفذه وغيره، بغض النظر عن يعني جمعيه القنفذه وغيرها، انا والله ما اعلم الاشخاص القائمين عليه وغيره، لكن عموم جمعيه القران لا شك ان القائمين عليها من اهل الخير جزاهم الله خير، يبذلون فيها الكثير. شباب يكفي يعني قد لا يعني تكون من اهل القران، قد لا تكون من حافظه القران، قد لا تكون من الذين يقرؤون القران باستمرار، لكن بإمكانك أن تكون فعلا من هؤلاء بمجرد أن تشارك في مثل هذه الأعمال خاصة اللي تتعلق في القرآن. نعم. أن تكفل حافظا، أن تشارك في وقفة للقرآن، أن تكون من أهل القرآن ولو بالمال. يا سلام. ما لم يستصله أنت بهمتك وعزيمتك وشطارتك ربما تصله بمالك، فهذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. وحديث المشهور قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، علينا أن نتأمل في هذا الحديث وجماله لنا ولوالدينا. يعني إذا يعني الآن أبواك إذا مات انقطع العمل، صح؟ صحيح. خلاص توقف العمل، توقف تماما، دخل الرجل قبره، دخلت الأم قبرها. أنا دائما أقول ولبر الوالدين بعد الموت قصة أخرى. يا الله. للبر بالوالدين بعد الموت تبدأ قصة أخرى، تبدأ تماما غير قصة البر قبل الموت. صحيح فضل الله تعالى عليك عظيم أنك بين يد والديك وتتقلب في نعيم الأبوة والأمومة، وهذا فضل الله، لكن غيرك ربما فقد وستفقد كما فقد، أسأل الله أن يحفظ لكم آباءكم وأمهاتكم. لكن الجميل أن هذا عظمة الدين أنه ما قطع هذا البر بانقطاع الوالدين. ياسم. لا، ما زال تبدأ القصة الجديدة، تبدأ الحياة الثانية، يبدأ شيء آخر تماما. سبحان الله، هذا فضل الله يؤتي من يشاء. قد لا يوفق إليه كل الناس في أن يبدأ قصة بر الوالدين بعد الموت، قد لا يوفق له كل الناس. يمكن بعض الناس يتحمس فترة وفاة الوالدين، أسبوع أسبوع، شهر شهرين، سنة، ثم يبرد وينسى ويذكرهم بدعوة أو في مناسبة أو في عمرة أو في حج وفي غيره، هذا لكل الناس. لكن لأولئك الخاصة الذين عرفوا معنى قصة البر بالوالدين بعد الموت، بعد انقطاع العمل، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نسأل الله أن يكون وإياكم وكل من يسمعنا ويشاهدنا الآن من هؤلاء. آمين. لأنه يا أخي انقطع أبوك أمك جمارة قلبك، انقطع العمل خلاص انتهى من الدنيا إلا من ثلاث، أولها ولد صالح يدعو له، اللي هو أنت. حسنت، اللي هو أنت. شوف الحديث جماله، لو تأملت فيه وتعمقت تقدر تختبر نفسك تقييم للذات، هل أنا ولد صالح أم لا؟ كيف تعرفها؟ بالطاعة. أعدها، إذا كنت ممن وفق بالدعاء لوالديه باستمرار في كل صلاة، وأن تدعو لأبويك، تدعو لأمك، اعرف أن الله امتن عليك أن تكون فعلا من الأبناء الصالحين. لاحظ هذه مع هذه، يعني أنا كيف أعرف إني صالح؟ لما أجد أنني لساني لا يفتر من الدعاء لأبوي. إذا فتر أو ضعف أو طال، اعرف أنك والله ها على حسب عد وضعك، أنت تقييم ذاتي. إذن وأعظم شيء ولد صالح يدعو له، فرصك لا تفوت صلاة أو سجدة أو آخر صلاة بعد التحيات إلا وترفع يديك، رب اغفر لي ولهما كما ربياني صغيرة، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرة، وخل لسانك يلهج. غير هذا الباب الآخر المفتوح، ولد صالح يدعو له صدقة جارية. أعظم الصدقات الجارية الأوقاف. وكان الصحابة من عظيم فقههم أنه ما كان أحد منهم يجد شيئا فيوقفه إلا وأوقفه. ومن فضل الله علينا في الأزمنة المتأخرة أن بدأت ثقافة الأوقاف تظهر بشكل كبير. صحيح. وأيضا من فضل الله تعالى علينا أن الأوقاف اليوم بدأت تقسم وتوضع على شكل أسهم. صحيح. ما قال اللي عنده ملايين يقدر يوقف واللي ما عنده ما يقدر، لا، أصبح اللي عنده 100 ريال يقدر يضعها في سهم ويوقف. يا سلام. شوف التيسير والتسهيل والبركة. الحمد لله التيسير. وثم لا تقول وش تسوي 100 ريال بوقف قيمته 30 مليون ولا 40 مليون، لا تقول، أرجوك إذا كنت تؤمن عندك يقين بالله لا تقول هذا الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وقال في الحديث العجيب سبق درهم 100,000 درهم. كيف سبق درهم 100,000 درهم؟ يمكن كان رعي ما عنده إلا هالدرهم أو عنده 10 دراهم،
تسع دراهم أخذ يصرفها هنا أو لولدي أو لأكلي أو لحاجته وأطلع منها درهم لهذا لهذا الوقف ولا لغيره. يا سلام، لاحظ الجمال والروعة، إنه هالدرهم هذا أفضل مما يتبرع رجل صاحب مال أطلع ملايين، ربما هي لا تسوي شيء بالنسبة لثروته. صحيح. أنت تتعامل مع الله ما مع المخلوقين، المخلوقين يعدون عد، كل ما صار أكثر كل ما صرت تقرب وأحسن. الله تعالى لا، ما ينظر للكثرة ولا للعدد، ينظر النية والقلب، قلب نيتك. صحيح. نيتك وحاجتك، ورغم ذلك أعطيتها أنت لله، سيعطيك رب العالمين، سيعطيك الله تعالى أكثر. فأنت تعامل الله، ما أنت بتعامل الناس. فتأمل في هذه المعاني الجميلة في الحديث. جميل. فيا أخي، صدقة جارية لوالديك، قل يا ربي والله العظيم أتمنى أن أدفع مالي كله، لكني لست صاحب مال، أنا أملك 100 ريال، يا ربي عظمها لي ولوالدي، وذهب أعطيها بنية صادقة، وشوف كيف أثرها وبركتها عليك وعلى والديك. الله أكبر، صلى الله الكريم فضل. إي والله، وستجد الخير الكبير أيضا. مع النقطة الثالثة، العلم ينتفع به، والقرآن الآن في مثل هالجمعية، قراءة للقرآن والنظر في التدبر في القرآن، أعظم أساس دائما أقول لطلاب العلم هو القرآن. طالب العلم ينطلق من القرآن، ولذلك قلت لكم اجعل القرآن معكم، يعيش معكم في حياتكم، برنامج حياة، ولو برنامج حياة، ولو 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 يسير. منهج الصحابة في قراءة القرآن، بل منهج النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه الصحابة، ما هو المنهج العملي في قراءة القرآن؟ ما هو مجرد افتح مصحف واقرأ بس، ما هو؟ جاء في الحديث، كان صلى الله عليه وسلم يقرئنا 10 آيات فلا نتجاوزها حتى نتعلم فيها من العلم والعمل. 10 آيات. أنا أقول كثير عليك 10 آيات، خذ 3 آيات يا أخي، خذ بالأسبوع كل يومين 3 اقرأ لك 3 آيات وتأملها، وانظر ما فيها من التفسير والمعاني وأثر على حياتك وعلى سلوكيات وعلى أخلاقي، ستجد المعاني أثرها. وهذه بركة جمعية القرآن وأوقاف القرآن وأثر القرآن، لما نعيش القرآن ونعيش مع القرآن.